طب ما تجيش بس تبعت اللي قلت لك عليه ده باي طريقه. اعمل خلاص. طب كسرنا القطعه الموجوده. المحلات دي كلها خليت المحلات دي برضه ماركه جايه لنا هنا وبعدين دخلنا بقى نشوف الناس اللي فيها. بص عندي في تأمين اصلا خلاص كله مخلص. كل الشارع احنا قاضيين على 100 واحد. 100 واحد كل اللي كانوا في الحاجات كل اللي كان موجود في الشارع. طيب اللي ما هو في النهايه دول وشهم في وش بعض طول العمر. يعني هي هيعملوا ايه يعني؟ دي ما دي يا فندم الخناقه الاولانيه اللي كانت من حوالي اسبوعين. ما في مش فاهم خناقه التوابع بتاع الخناقه الاولانيه. طب السؤال هل ضروره من التواجد الامن المكثف دلوقتي؟ لا خلاص الموضوع ده قضي الامر. واللي روح واللي اتقبض عليه اتقبض عليه. قابضين على 100 واحد بين العيلتين. والمحلات دي مش هتفتح بكره بقى ولا بعد ولا حد ما هم اصحاب المحلات يجوا بقى. لا ما هو النهارده لو كان ملف طرد دي توابع فقدان هيبه الامن. دي توابع فقدان هيبه الامن. بس يا ترى العلاقات الانسانيه يعني ما كانش بيحصل ان انا لا 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 لما كان في هيبه للامن كانش هو لسه هو مش انفلات امن وانفلات اخلاق. لا مش هيبه اخلاق الموضوع. هو انت بتتخانق معايا بطبنجات وتموت عشان بس انا عايز اقول لك كان زمان سوء امن دولي. لا احنا غيبنا الصخيره بس مش هنجيبها. من جوه المحل تفتح تطلع العماره. العماره منفذه على السطح. السطح على السطح. انا اول محل دخلته ده يا فندم كان الشظايا والريحه بتاعت الدخان والدم مرمي على الارض بقى. الجزء كانوا طلعوه على فوق يخبوه مننا. احنا خدنا بتاع 6 7. انت مش فاكرني؟ لا. استاذ طارق زيدان يا ابني. اه ربطت عليا وسبتني. لا ما سبته ليه؟ سبته ليه؟ سبته ليه؟ فاكر انت؟ ايوه طبعا. انقذني الراجل ده؟ هو ده؟ امال ايه؟ انت كنت عامل 25 سنه هتوديني بدايه لو انقذتك بقى ما تقولش قدامك. يا عم سبته ليه يا عم؟ سبته ليه؟ ده مين عليا؟ لازم اصلي. هو ده اللي انقذك فين؟ امال ايه؟ انا موجود عليه وخدته وبعد كده نزلته عند يا عم المكان بيعمل حاجه. بلاش الاسرار دي. ما بلاش. لا ما هو ايه بقى؟ لا يوم الجزيره ولا يوم الاولاني؟ يوم كان عندنا جزيره. الاولاني. حصل جمهوري. الاولاني. حصل جمهوري. تليفونك بقى يا عم بعد اذنك يا فندم. دي بس هو الحي بيشتغل. 8 5. 2. انت يا حبيبي. الله الله موجود يا ابو طارق. يعني يعملوا منظر ده بيعين ايه ايه اثنين بيعين. السلام عليكم. 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 هو في ايه
ما فيش حد يا جماعه. انا بقول لك واحد في بعض ست الوسيط ست الحمد لله يعني تعميم وقت على شلون الاوامر جايه لازم